ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. أدعوك ربي كما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله عليك يا عم بلال، بتحفظ بسرعة. انت كده اتعلمت الصلاة وقصار السور، تقدر بقى تصلي في أي وقت، وإن شاء الله هعلمك آيات تانية كتير. شكرا عبد الرحمن، شكرا. يلا أسيبك بقى عشان أنا يقوم يصلي. اتفضل. الله أكبر. وصلى بلال أول صلاة له في حياته، تاركا خلفه هموم الدنيا ومتاعبها، فقد وجد فيها راحة للنفس وقوة للقلب وانشراحا للصدر وتفريجا للهم وكشفا للغم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.